كم وحدة أخذ؟ أحكي دغري، أحكي دغري يا تقريبا بحدود 19 وحدة. شو قلبك فندق؟ قلبي كبير زيادة عن اللزوم. شو الجنسيات يلي تزوجت منهم؟ من تونس، فرنسية. من تونس وفرنسية كمان؟ فلبينية. دخلك بدي أسألك، ما دخلك من النسوان؟ تكدم تكدم تكدم. كافي يا جماعة، كافي يا جمهورنا الحبيب. يا ميت اهلا وسهلا بابو محمد. يا اهلا، ونحن حبيب قلبي فرصه شرفنا. سعيده كثير اللي تعرفنا عليك. والله شرفنا ونحن فيك كثير كثير. الله يحفظك. الله يسلمك. انت بتعرف ليش انا بعت وراك؟ والله لحد الان يعني مالك عارف يعني ما بس إيه لا رح ابين لك السبب. لانه دريت عليك انه انت مزواج. كم وحده اخذ؟ احكي دغري، احكي دغري. طيب من مين الشيء دريتي انا يعني دريت؟ مين فضحك يعني؟ إيه انت مفضوح، مفضوح بالنسوان. يعني حبايب اللي قالوا لي كمان. اي والله، اي والله حبايب بحبوك كمان. اي واذا بحبونا معلش. اي والله انا يعني تقريبا بحدود 17 وحده. اي شهادتك الى الله 17. يعني تقريبا. اي وهلا كم وحده عندك؟ هلا عندي الحل على الخانه تقريبا عندي اربعه. اربعه ايه. يعني دفتر العائله مليان. مليان يعني. اي ما في ولا ورقه فاضيه؟ ما في ولا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اي وهدول ثابتين، مش هذا ثبت وهدول ما في مجال ابدا. ايه. شلون اتجوزت ال 17؟ ممكن تشرح لي الموضوع؟ والله اول وحده اي يعني انا كلهم حبيتهم على فكره. شو قلبك فندق؟ يعني بجوز قلبي كبير، انا قلبي كبير زياده عن اللزوم. 360 غرفه. فمحتمل يعني انه يكون زياده عن غيري قلبه. يا حبيبي فكان يدق كثير يعني وقت تشوف هذا يدق كثير. انا بحب المراه اللي عندها عزوبه بالكلام يا عيني وعندها احساس. ما بيهمني المنظر قد ما بيهمني الشيء، طريقة الحديث، الحديث العزوبة، اللسان الحلو. الأيام أيام كثير على التليفون تعشقي. طيب سؤال سؤال، كم وحدة لك منهم أولاد؟ اللي منهم أولاد ثلاثة. ثلاثة؟ ثلاثة. أول وحدة؟ أول وحدة والثانية والثالثة. أول وحدة كم ولد لك منها؟ عندي خمسة أول وحدة. ما شاء الله ما شاء الله. والثانية؟ كمان أربعة. أربعة، خمسة وأربعة صاروا تسعة. أيوه. والثالثة؟ اثنين صاروا 11. 11 ما شاء الله ما شاء الله، بس مو باين عليك ما شاء الله، مو باين عليك. وأولادهم في طيب. ممكن تحكي لنا، ممكن تحكي لنا شلون بتتجوز من فوق الأربعة؟ فأيام بضطر إني أطول شهرين وثلاثة. إيه. بصير معرفة، بصير في حب بسرعة. ودغري بتتجوز تكبرني؟ أنا لأنه مثل ما بأمن إنه طالما الشرع أنا سامحني ما في لا تغلط، انه لا تغلط خليها تشغل نظاميه وخلاص انت يعني عمي. عليك انت بتحب الحلال. بيشترط واللي بيتجوزهم هدول كلهم، هي اللي عندها مثلا ولد وما يتجوزها، هي اللي مطلقه ايه هم عندهم عندهم اولاد. يعني بسموك جبار الخواطر. عندهم اولاد، كلهم عندهم اولاد، فنشترط على بعضنا نحن انه انت عندك اولاد وانا عندي اولاد. ايه ما بدنا اولاد. ما يعني نحن بالحالة هي ما بدنا احنا بدنا نعيش بسعادة بدون ما اولاد يزعجونا. بدنا نعيش، لا بدنا نموت، الولد ما بيعيش، بس نحن بدنا ننبسط بحياتنا. ما بدنا الله الله يا عيني باخر العمر هلا ربي يرد رجع ربي من جديد ونربي نجيبه، فنتفق على هالشيء وخلاص نقعد سنة سنة ونص ايام نقعد معها وكل شيء بعدين يصير في حب. هي تكون صادقة، مو عم تحكي هذا اللي بس ولد واحد عشان يصير في محبة أكثر ويصير في رابط أكثر. في ارتباط. ايه أنا هون ما لأنه عندي يعني مدرسة. حرام مجبور بخاطرها خليها تجيب ولد. فيصير خلاف بيني وبينها، يصير خلاف بيني وبينها عشان موضوع الأولاد. ايه وتطلعها دغري؟ مو طلع يعني هي تقول أنا يعني الشيء هذا ما وعود، إلا أنت ما بدك. تاخذ حقها وكل شيء متفقين احنا وياها. حقها ومس حقها ونفق الطلاق. كل شيء تاخذه بعدين واضافه لذلك انه اذا احتاجت شيء بعد ما مطلقها. ايه؟ اذا احتاجت شيء ممكن. خزيت العين حولك، يعني بتضل على ارتباط دائم معها. على طول هلا بدها تتجوز مثلا وحده عندها بنت بدها تتجوزها بتسالني، اسالنا عن فلان شو رايك فيه؟ ايه شفنا انه
تاخذ رأي مطلعين وبتاخذ رأي. الله عليك يا ابو محمد، الله عليك يا ابو محمد. حتى الان اصدقاء وياهم ما في اي خلاف بيني وبينهم ال 17 كلهم ما في اي خلاف بيني وبينهم. اريضا ان شاء الله. الله يسلمك. ايه تفضل. بس في يعني صداقه دائمه. ايه صداقه، بس صداقه اخلاق يعني، ما في محبه واخلاق. وهلا مو ناوي يعني يصيروا 18 19؟ والله هلا حاليا يعني نحن صفيانين هلا، ما عاد ما عاد شيء يساعد هلا. ايه اهلين وسهلين ومرحبتين. دفينا هلا خزيت العين حولك. ابو محمد بدي اسالك سؤال، انت اول مره تزوجت قديش كان عمرك؟ والله اول جوازي كان عمري بحدود 18 سنه. يو صغير. وتزوجت عن حب؟ طبعا حبيتها وحبتني. بتقربك شيء؟ لا ما في قربي. كانت ممرضة بمستشفى المواساة، ونحن كنا بالناحية المواساة. ايوه. تعرفنا وشفناها وتجوزنا. يا عيني، ان شاء الله الف مبروك. ايه. يا رب. الله يبارك. انت موجودة عندي، هي ام الاولاد الاولين، ولها معزة خاصة. الله عليك. لها معزة خاصة وعندي اياها يعني بالقمة. ايه. طيب ما زال بتحب ام محمد هالحب الزايد، شلون خلتك تتزوج وحده تانية؟ والله بالنسبه لل بارتضاتها يعني؟ لا ما عندها خبر. ما دريتها، ضليت فتره شي سنتين ونص ما دريتها. نهائيا. وحتى ما نام برات البيت ابدا. البيت يعني مره تمرين شي سنتين ثلاثه، بعدين دريت زعلت كثير. بس الحب وقت يكون في حب ممكن يغفر. مظبوط. فأنا كنت أشعر إنه ندمان، بس إنه صار في مرة وصار في أولاد. صار في أولاد. ما عاد يقدر إنه الثاني كنت الثاني حبيتها والثاني منيحة وعرفتهم على بعضهم وأصدقاء، ولهلأ كنا أصدقاء مع بعضهم. برافو عليك يا الله أحلى. هلأ إذا بتطلعي بتشوفيهم هلأ بالمطعم بالشرفة بتلاقيهم كلهم قاعدين مع بعضهم وساكنين بناية واحدة؟ لا كل وحدة برني. شو الجنسيات يلي تزوجت منهم؟ والله تزوجت من سوريا طبعا أكثر. من سوريا فهمنا. من مصر. من مصر كمان. ايه من المغرب. من المغرب. ايه من تونس. فرنسية. من تونس وفرنسية كمان. فلبينية. أجنبية وفلبينية. وفلبينية. ايه. ايه يعني شكلنا بتشكيلة منيحة. خزيت العين حولك. خزيت العين حولك. فعملنا اتحاد مثل ما قلنا لك اتحاد. دخلك بدي اسألك، ما دخلك من النسوان؟ مثل أول شيء النساء المناح ما بده يخلق. يا عيني عليك. النساء المناح بالعكس بيفتحوا النفس. انا هن فتحوا نفسي، هن ظلموني من شغله. اذا كنت مظلوم من اخلاقهم الطيبه ومن حسن تعاملهم حببوني فيهم. الله عليك. فهذا السبب. لكن الله عليك. وما حكم معي الحمد لله ولا وحده اذتني او وحده جازتني، لانه انت كويس، انت منيح، كلهم احسن بعض، انت معاملتك حلوه. شو بتتعامل معهم؟ بس قل لي شلون. انا بتعامل انا وياهم اول شيء يعني بكذب عليهم كثير. شو بتعمل؟ بكذب عليهم كثير. يعني شو كذب؟ لانه المراه اذا بدك تزقي معها تكوني صادقه كثير بتجرحيها. يعني بتيجي وحده مثلا بتقول لك انا بتحبني، اذا بدي اقول لها مثلا والله بحب اكثر إن الحقيقه مثلا نصطلح بميل، اذا بدي امشي معهم بالصدق ما بقدر تمام. فبتجي هي بتقول لي ايه بس كذبك ابيض. ايه كذب ابيض. طيب هلا عندك استعداد تتجوز جديد؟ ما في هلا، ما في خاني، ما عندي ولا خلصت يعني. ما في ولا خاني اربعه، ما بيجوز يعني، ما بصير. ايه طبعا انت ماشي على الشرع وعلى الحلال. برافو عليك. انا بحب اقول لك انه نحن تشرفنا كثير بمعرفتك وتشرفنا كثير باللقاء معك، والحقيقه انت يعني بتطلع حكواتي ما شاء الله. ايوه وبتحب النسوان كثير. والله خذيت العين حولك. بالنهايه يعني احنا مبسوطين فيك كثير. والله انا أكثر. وحديثك حلو وشيق، وربي يخليك لنسوانا ويخلينا اياك كمان النا. تسلميني حبيب قلبي. 100 اهلا وسهلا فيك. وشكرا كثير على الحديث الحلو. بكل شيء. الله يخلي لي اياك. ومحترمه بكل شيء. الله يديمك. شكرا كثير. ان شاء الله الله يديم صحتك عليكي. الله يحفظك. وتعطي اكثر من عم تعطي. الله يسلمك. تقدم تقدم تقدم. كفي يا جماعة، كفي يا جمهورنا الحبيب.